لا تكاد مدينة في العراق تخلو من طريق للموت، ولا يمر يوم دون تسجيل حوادث مرورية لأسباب كثيرة، لكن جميعها يشير إلى رداءة الطرق الخارجية والداخلية. هذا ما يعرف محليا بطريق الموت أو الخط الواحد الممتد من قضاء العلم في صلاح الدين حتى الحدود الإدارية لكركوك، إذ يشهد حوادث اصطدام وانحرافات متكررة للمركبات، والنتيجة أرواح تزهق باستمرار دون رد فعل من السلطات. قبل أسبوع قدام الحادث صارت مات الكوسر، هاي تملخوا يعني مطشرين بالشارع، والله العظيم باعت زين. انا قبل 4 ايام ردت طبت ريدة عمي طريق مال موت، خاصة هذا الجسر، هذا التبليط ماله كله كلاوات بكلاوات. ويشكل هذا الطريق رابطا حيويا بين مدن الانبار وصلاح الدين وكركوك واقليم كردستان، وممرا استراتيجيا لنقل البضائع والمسافرين، لكن حاله هذه تزيد من مصاعب المرور فيه وتعيق الحركة التجارية. طريق الرابط بين تكريت كركوك يعني ده تصير به حوادث قوية، والبارحة صار حادث قدامي، ما أدري من الناشد محافظ صلاح الدين يقولون أبو كركوك، الناشد أبو كركوك يقول أبو تكريت، يعني من الناشد والله ما أدري من الناشد، يعني طريق خطر، يعني خطر بشكل. وفي 6 أشهر شهد صلاح الدين أكثر من 300 حادث سير على هذا الطريق، فيما تستقطع دائرة مرورها عند كل مرة يجدد فيها أصحاب السيارات أوراقها الرسمية 30,000 دينار للمركبات الصغيرة و180 ألف دينار للشاحنات، تقول إنها جباية طرق تذهب إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بتوجيه منها. كثير من الأمور التي أدت وحوادث جسيمة وراح ضحيتها أبرياء كثر اليوم بدون وقفة جادة، وحقنا بسبب الفساد المنتشر في صلاح الدين وحكومة صلاح الدين عدم وجود طرق خارجية آمنة في جميع جهات محافظة صلاح الدين. 16 مليار دينار خصصت قبل سنوات ضمن ميزانية صلاح الدين لتوسيعة طريقها إلى كركوك وإنشاء خط سير موازي له، لكنها ذهبت ضحية للاستقطابات السياسية ونفوذ الأحزاب، ليبقى هذا الطريق مصدرا لحصد أرواح العراقيين.